Hello everybody, welcome back in a new episode of your program مدرسة على الهواء. أعزائي طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء، مادة اللغة الإنجليزية. The last episode اللي هو الحلقة اللي فاتت we have finished، خلصنا اللي هي unit 7 بعنوان Zoo Animals Escape يعني هروب حيوانات الحديقة، وخدنا طبعا what's the difference between a tame animal and a wild animal اللي هو الحيوان الأليف والحيوان البري، وبرضه خدنا في اللي هو الباست كونتينيوس اللي هو زمن الماضي المستمر اللي هو was were plus verb plus ing، وخدنا طبعا اللي هو في عجاله كده نعمل سامري على قاعده when اللي هي بيجي وراها اللي هو الباست سيمبل سكند اكشن اللي هو الحدث الثاني. ده فور اكزامبل اقول لك I was مثلا reading I was reading when the bell rang، كده بيبقى قلنا اللي هي بتربط بين حدثين الحدث الاول والحدث الثاني، وهو دايما بيجي وراها الحدث الثاني ودايما يكون في الباست سيمبل. وخدنا برضو اللي هي قاعده اللي هي وات اللي هي وات بلس واز اوير بلس السبجكت بلس دوينج بلس وين بلس الايه اللي هو الباست سيمبل. فور اكزامبل قلت وات وير يو دوينج وين ذا كامل ران باي، ساعة ما قلنا اللي فيه انكواير، انكواير اللي هو مثلا تحقيق او الامرجنسي، فبيسأل اللي هو الاوفيسر بيسأل بعض الناس فبيقول لهم انتوا مثلا شخص ما انت كنت بتعمل ايه لما الكاميل عدى عليك او اللايون جري من جنبك، فاسمها وات واز وات وبعديها واز اوير بلس السبجكت بلس كلمة داون اللي هي doing يعني نحط do and g plus when plus نفس الحاجة اللي أنا بسأل عليها، زي قلت مثلا for example what was he doing when the lion ran by. اوكي يبقى كده كده خدنا اكزامبل. برضو النهارده هنكمل اللي هو we are going to complete our text اللي هو هنكمل اللي هي يونت 8 بعنوان in kindergarten. in kindergarten اللي هي الابريفيشن بتاعها الاختصار اللي هي كي جي، الكي جي اللي هي الحضانه، دايما نسمع كلمه كي جي اخويا في الكي جي، يعني ايه كي جي؟ اسمها kindergarten اللي هي الحضانه وكلنا مرينا بيها، فاحنا هناخد الحاجات اللي انا كنت بقدر اعملها when I was young لما كنت صغير، وفي برضو conversation time اللي هي وقت المحادثة between a teacher and a pupil. Let's start. كلمة in kindergarten يعني في الحضانة، وقلنا اختصار لكلمة كيجي. نشوف الكلمة عشان تبقى تعرف اللي هي عبارة عن ايه. kinder دي اختصار في k و garden و in kindergarten يعني في الحضانة. اول حاجة conversation time. منى التيتشر بتسأل منى بتقول لها ايه please come to the front write the letter D on the board، يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ منى يعني بتسأل لمنى، بتنادي منى عادي بتقول لها please come to the front يعني تعالي الى الامام write the letter D on the board يعني اكتبي اللي هو حرف الدي على البورد. وهنا خدنا حاجة اسمها imperative، يعني imperative امر، يعني انا بجيب الفيرب من غير السبجكت، فهي هنا ما قالتش منى رايتس ذا ليتر، قالت لها رايت ذا ليتر على طول، يعني اكتبي على البورد اللي هو الحرف ده، امرتها، ده اسمه اوردر اللي هم او imperative الامر. قالت لها I don't know انا ما اعرفش يعني لا اعرف، يبقى please come to the front كلمه front المقدمه write the letter D on the board، قالت لها I don't know يعني انا ما اعرفش. I'm sorry Miss Dina، قالت لها انا اسفه Miss Dina. That's okay، قالت لها That's okay let me show you how، ممكن تخلي انا هعرفك ازاي. قالت لها هي طلعت على البورد قالت لها I'm sorry يعني انا ما اقدرش اكتب Miss Dina، هنا Miss Dina M I double S اللي هي Miss Dina. That's okay، قالت لها That's okay let me دعيني show you how اللي انا اعرفك ازاي. It is easy يعني سهلة. بعد كده قالت لها no I can't يعني انا مش قادرة ايه اكتبها. no I can't it is too hard، احنا من شوية قلنا it is ايه it is easy، هي الميس بتقول لها it is easy يعني سهل ازاي، فبتعلمها على البورد اللي هو يتكتب ازاي easy سهل، الابزت بتاعتها hard او difficult. قالت لها no I can't، هي احنا شايفين اللي هي trial tried حاولت وكانت بالنسبة لها الموضوع it is too hard. برجع هنا لقاعدة to plus الايه الادجكتيف to اللي هي معناها جدا لدرجة اللي انا ما بقدرش اعمل حاجة. for example قلت ايه
it is the question is too hard او too difficult I can't answer it يعني انا ما اقدرتش ايه اجاوب عليه. قالت لها كمان منى don't give up don't give up يعني قالت لها تعالي منى don't give up يعني لا تستسلمي don't give up. For example لو انت encourage يعني بتشجع التيم بتاعك الفريق بتاعك فانت بتقول له ما تستسلمش don't give up. لما حد بتحب تشجعه في اي حاجه تقول له don't give up don't give up يعني ما تستسلمش. وفي برضو كلمه give up give يعني يعطي بس give for example on my mom او I give my mom a present انا اديت ماما هديه فعكسها طبعا اللي هي give مع عكسها هي take. لكن كلمه جه وراها preposition حرف الجر up give up لها معنيين اللي هو يستسلم او يقلع عن عاده سيئه. for example اقول لك I give up smoking يعني انا بطلت الايه التدخين لكن هنا معناها don't give up يعني لا تستسلم. قالت لها hey I can do it يعني هي عملتها. قالت لها good work منى please sit down. قالت لها good work يعني عمل جيد منى please sit down. شايفين هنا كلمة write the letter D on the board. قالت لها don't give up قالت لها please sit down. دي اسمها يا ولاد أمنا imperative أو order أمر. هناخد دلوقتي أما الأناليسس بتاعته هنشرحه. بعد كده قالت لها جودي please بتكلم واحدة تانية فبتقول لها جودي please help me pass out the homework homework حسن clean the board please. هنا هي بتوزع الديوتس بتوزع الحاجات او بتخلي حد احنا بنشتغل في تيم وورك احنا زي ما انتوا عارفين في الكلاس في احنا مش الميس اللي بتشتغل لوحدها بنعمل جروبس. فهنا نادت جودي وقالت لها وزعي الهومورك. كلمه وزع اسمها pass out the homework please او please help me pass out the ايه the homework. لكن كلمة pass لوحدها يعني ينجح أو يمر. كلمة clean قالت له حسن clean the board حسن هينظف البورد وجودي هتوزع الهامورك. بعد كده قالت له what did you get فهما دلوقتي الهامورك فهي الميس صححته فكل واحد بيسأل على درجة التاني زي ما انتوا عارفين. بتقول لها what did you get يعني ماذا حصلتي. هنا ال WH question في past simple في زمن الماضي بسيط انا ببتدي بال WH بأداة استفهام وبعدها did وبعديها السبجكت بعدين الانفينيتيف. فهنا قالت لها ايه بيسألوا بعض بتقول لها what did you get يعني انت حصلت على ايه. قالت لها I got هنا ردت got ليه عشان انا بسأل السؤال في did في ال past simple فردت في ال past simple. طبعا did هنا في ال question بتحب دايما الانفينيتيف لكن اما اجي ارد بالايه الانسر بتاعتي لازم تكون في ال past simple. فقالت لها what did you get يعني انت حصلت على ايه. قالت لها I got 100 يعني انا جبت 100 على 100 يعني او 100 over 100. قلت لها يا سو ديد اي سو ديد اي وانا كمان. كلمة سو دو اي معناها وانا كمان ايكوال مي تو. فور اكزامبل حد بيقول لي اي لايك كولر وانا اقول له وانا كمان سو دو اي كده انا بتكلم في البريزنت في المضارع يعني انا بحب ده دلوقتي. لكن لو حد هي بتسالها بتقول انا في الماضي كله في الماضي بتقول لها اي جوت 100 انا جبت 100 على 100. فقالت لها وانا كمان ما اقولش سو دو اي هنقول لها سو ديد اي سو ديد اي عشان هم كلهم بيتكلموا في الباست سيمبل. في نكتب دلوقتي يا اولاد معانا اللي هي جت 100 او جت 100 وسو ديد اي او سو دو اي. ندخل على الفوكابلري كلاس. كلاس طبعا اللي هو الفصل. ذا كلاس از فول اوف تشيلدرن او فول اوف بيبلز. happily happily يعني بسعادة. for example اقول my little brother dances happily يعني بيرقص بسعادة. the front يعني في المقدمة في امام. نقول لك a teacher اللي هو a teacher بيعمل ايه is at the front او in the front of the ايه the class بيقف في بداية الفصل او في مقدمة الفصل. kindergarten يعني الحضانة عارفينها. letter اللي هو letter يعني الدبل دي ده تي بيتنطق دي بس هي احنا بنقولها letter او letter اللي هي معناها جواب او معناها حرف الحروف الالفابيتك الفابيتيكال بتاعتنا اللي هي الحروف A B C D اسمها حرف اسمه letter. اوكي وكلمة work يعني عمل. اقول لك I go to work in the morning انا بروح العمل الصبح. 100 اللي هي عارفينها اللي هو number. homework خدنا من شوية pass out
ذا هوم ورك يعني وزع الهوم ورك. كلمة يوزع مش شرط مثلا اللي هو وزع الهوم ورك بس، لو مامي عاملة كيكة وانت بتوزعها، ماما بتوزع الكيكة علينا، هتقول ماي مام باسس اوت ذا كيك، يعني بتوزع الكيكة، بتوزع اي حاجة يعني باس اوت. اوكي، لكن كلمة هوم ورك اللي هي اختصار ليها الابريفيشن اتش دبليو اللي هي معناها الهوم ورك اللي هو العمل المنزلي، بيجي معاها دو هوم ورك، لكن هنا جبناها باس اوت هوم ورك. بورد، بورد يعني on the board، البورد اللي هي السبورة كلنا كتبنا عليها write on the board. وبورد لها معنيين يا أولاد، بورد معناها على سطح الشيء، يعني أنا دلوقتي on the board of the table على سطحها، على مقدمة سطح الشيء، أو on the board of the إيه the ship على سطح السفينة. وبورد معناها اللي هي البلاك بورد أو الوايت بورد بتاعتنا. ده كده الكلمات مجمعينها. ندخل بقى على الباست سيمبل. احنا متفقين الباست سيمبل اتكلمنا عليه اكتر من مره، زي ما انتم شايفين حاجه اسمها ريجولار فيربس الافعال المنتظمه اخرها اي دي، زي ايه؟ كلين كليند فور اكزامبل، اقول اي كلين ماي روم افري داي، انا بنظف اوضتي كل يوم، كده هتبقى بريزنت. لو انا عايزه اقول انا نظفتها امبارح، او نظفتها الصبح، او نظفتها من ساعتين، اقول اي كليند ماي روم ذيس مورنينج، او اي كليند ماي روم تو اورز اجو، او اي كليند ماي روم يسترداي، وكده انا خليتها في الباست سيمبل. ندخل على الريجولر. يعني ايه الريجولر؟ شكلها بيتغير، بيتغير تماما، زي رايت يكتب تتغير لروت، رايت روت، رايد رود، ثري ثرو ثرو، جيف جيف، ايت ايت، دي كلها اسمها irregular فيربس يعني افعال غير منتظمه. اقول لك رايت بتتغير لروت، في حد بينطقها دايما يا اولاد الدبليو ما تتنطقش هنا، الدبليو سايلنت، سايلنت يعني مش بتتنطق. رايت روت يعني يكتب، بتبقى كتبه. فور اكزامبل اي رايت، اي ام رايتنج ذا ليسون ناو، انا بكتب الدرس دلوقتي، او اي رايت ماي ليسون افري مثلا افري كلاس، او افري بيريد اللي هو في كل حصه. في كمان لو انا خليتها في الباست اقول اي روت ذا ليسون ان اور اجو، يعني منذ ساعه. give up، give يعني يعطي، بتتغير ل give، give gave على حسب بقى اللي بيجي وراها البريبوزيشن، حرف الجر بيفضل زي ما هي زي ما هو، لكن الفيرب هو اللي بيتغير. give قلنا من give يعطي، لكن give up معناها يقلع عن عادة سيئة او يستسلم. no new، no يعني يعرف، بتتغير ل new زي draw drew grow grew و throw threw، دي اسمها اللي هو نفس الوزن، لو خدنا نفس الوزن بتندرج تحت ال irregular verbs يعني الافعال غير منتظمه. no new، set down تقولها set down تبقى تتغير sit sat، وقلنا البريبوزيشن حرف الجر بيفضل زي ما هو، sit down بتتغير ل sat down. come اللي هو ياتي، وعكس الاوبوزيت بتاعها go، واحد جه التاني مشي، يبقى come go الابزيت، لكن هنا انا بغيرها في الباست سيمبل تبقى كام كيم. ندخل على الابزيت. يعني الابزيت زي ما قلنا من شويه، كل في فيرب ليه عكس، في كلمه او في ادجكتيف صفه وعليها عكس. في دلوقتي هنشوف كلمه ايزي، ايزي دي اسمها ادجكتيف، ادجكتيف يعني اللي هي الصفه اللي بتصف اسم او تصف شيء. فور اكزامبل اقول اي ام هابي، انا مبسوطه، عايز اخليها عكسها نقول I am not sad. اوكي، I am hot، I am not cold. The question is easy، it isn't difficult، او it isn't hard. كده يبقى انا بستخدم الاثنين اللي هو الورد والابزيت، او الادجكتيف والابزيت بتاعتها، او الفيرب والابزيت، يعني الحاجه وعكسها. يبقى easy يعني سهل، وهارد يعني صعب. وخدنا اكزامبل It is too hard. قالت لها I can't do it. أنا مش قادرة أعملها. It is too hard. Too hard يعني صعب جدا. ندخل على البريبوزيشن. On the board. كلمة on معناها على. على أي سطح. For example قلنا on the board. وفي حاجة كمان. هناخد بقى حرف الجر on. بيجي معاها إيه؟ on بتيجي مع أيام الأسبوع. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay. And Friday. on بتيجي مع الرقم وبعديه الشهر. فور اكزامبل اقول لك I was born on 6 June، يعني انا اتولدت في 6 جون. اوكي، يبقى دام جبت رقم في الشهر اجيب معاه حرف الجر on.
اون بتيجي مع كلمة هوليداي، اون بتيجي مع فوت، اون بتيجي مع اي ست. اي ست ده اللي انت بتقولي لي عليه، يعني اي جهاز، اي جهاز اون تي في، اون راديو، اوكي، ذا اون انترنت، اون نت، اون ذا كمبيوتر، دي كلها نكتبها مع بعض يا اولاد. اون بتيجي مع كلمة اون ذا بورد، بتيجي مع اون هوليداي، واون فوت، واون فيت، وبتيجي مع دايز اوف ويك، ايام الاسبوع، دي كلها بتيجي مع حرف الجر اون. اون معناها على، فور اكزامبل اقول لك اي بوت ذا بان اون ذا ايه، انا وضعت البان على البورد، اي بوت ذا بان اون ذا بورد. نيجي هنا بقى مع كلمه باس اوت. باس لوحدها، فور اكزامبل اقول لك اي باس ذا اكزام، انا نجحت في الامتحان، ده كده اسمها باس لوحدها. لكن ذا تيشر باسس اوت ذا هوم ورك، هنا معناها لو جاء وراها اوت، الحاء حرف الجر اوت، بتتغير معناها ليوزع، يعني هي باس لوحدها معناها ينجح، لو جه وراها حرف الجر يتغيرها، يغير معناها خالص. وقلنا برضو زي من شويه زي جيف يعطي، اما يجي وراها اب او يجي وراها حرف جر، طبعا اي فيرب لوحده بيبقى ليه معنى، لكن لما بيجي وراه اللي هو حرف جر بيغير معناه. cut out، cut out a heart، cut out a heart on the ايه the newspaper، يعني cut out a heart يعني بيقص، شايفين البيبي ده او الصوره ديت، ولد بيقص مثلا سيركل، بيقص تريانجل، سكوير، فده نقول cut out. cut out، cut out يعني قص، اوكي. كلمه count to، count يعني عد، نقول لك I can count from 1 to 100، اقدر اعد من 1 لغايه 100، يبقى كلمه cut out، cut out يعني يقطع من حاجه او يقطع من مجله. وكلمه count، count to يعني نخليها ابسط، نقول I can count from، وبعدين النمبر الاولاني وتو والنمبر الثاني. فور اكزامبل اقول لك اي كان كاونت فروم 1 تو 100. جيف اب هنا بنقول له زي ما احنا شايفين هو بيلعب جولف مثلا، فهو شكله مهزوم، فبنقول له دونت جيف اب، دونت جيف اب يعني لا تستسلم، كده بتيجي على كنوع من انواع الانكارجمنت. يعني ايه انكارجمنت؟ من التشجيع، نوع من انواع التشجيع، بتقول له دونت جيف اب يعني لا تستسلم. مجمعينهم هنا بقى on the board يعني على البورد، على السبورة، pass out يعني يوزع، و give up يستسلم، و cut out يعني يقطع أو يقص، وكلمة count to يعني يعد إلى. talking about the pictures، talking about the pictures يعني هنتكلم عن الصور. يلا نشوف هنتكلم عن الصور ازاي. لو انتوا معايا اولاد، لو انتوا شايفين مركزين في الصوره دي، وجالي في الاكزام look and write for sentence، يعني احنا دايما عندنا في سؤال في الامتحان بيقول لك look and write for sentence، يعني بص واكتب اربع جمل، او بيجي لي ايميل او بيجي لي الليتر خطاب على حسب اللي مطبق عليك في الترم. ف look and write for sentence، فانا قدام الصوره ديت وموجودين في الكيندر جارتن. كيندر جارتن يعني فين؟ في الحضانه. فهنبتدي نقول this is a kindergarten class. class يعني ده فصل في الحضانة. زي ما احنا شايفين لو انت عايز تكتب من اكتر من جملة من sentence، كل اتنين هتقول هما بيعملوا ايه، اوكي، تسميهم اسماء براحتك، تقول عليهم هي او شي براحتك برضو. فهنا احنا جمعناهم قلنا the children، ده look and write، ده مهم جدا في الامتحان على 6 marks، انا 6 درجات، فكل واحدة كل جملة انت بتكتبها على 1.5 درجة ونص، فكل اللي عليك اللي انت هتبص على الصورة وتكتب 4 sentence. فانا لو جالي في الكيندر جارتن، كيندر جارتن سهلة جدا، اللي هو كيندر جارتن كلاس يعني فصل في الايه، في الحضانة. فانت هتبص على البيكتشر، هتبص على الصورة وراح وتعمل ايه، هتتكلم على اي فعل، اي فعل من عندك، يعني شايف اتنين هتقول they، عايز تسميهم احمد ومحمد، منى ومها، اي اسامي انت، وتتصرف الفيرب بعدي. فاحسن حاجه ان انت تكتب في البريزنت سامبل، في المضارع البسيط اللي هو مع اي وذي وي ويو، ما بتضيفش حاجه، هي وشي وات، ما بتضيف اس او اي اس. فاحنا لو انت هتكلم في البريزنت سامبل في المضارع البسيط قلنا عليها، لو في الماضي هتخلوا اخره كله اي دي، او تغير الفيرب في الباست. فور اكزامبل هتقول لك this is my kindergarten class، او this is a kindergarten class، ده فصل ايه من كمان الحضانه. هتقول ذات تشيلدرن، الاطفال، الاطفال بيعملوا ايه، ونقول play،
كل اتنين مثلا، احنا خدنا بعض الفيربس دلوقتي، فهو جايب لي كل اتنين بيعملوا حاجه، اتنين بيرسموا صوره، اتنين مثلا بيلعبوا فوتبول، اتنين بيقطعوا بيقصوا قلوب مثلا من المجله، بيعدوا بيحاولوا يكتبوا على البورد، فاحنا خدنا كل الكلمات دي دلوقتي. هتقول the children are مثلا playing او are in the class، وبعدين او are only around 5 years old، يعني كلهم حول عمر الايه 5 سنين. اقول they are مثلا مها and منى are playing، ساره and هدى مثلا are cutting a heart، اوكي. مثلا اي اسم تاني، مثلا اي اسم بنوته، سما مثلا is a is counting is counting يعني بتعد. اي اسم برضو او اسم ولد، علي is drawing بيرسم. يبقى كده انت خليت كله في البريزنت سمبل، في البريزنت كونتينيوس، حطيت له ing او تخليه في السمبل زي ما انت عايز او في الباست سمبل، المهم يكون الزمن موحد. وتكتب الكيندر جارتن لو جات لك في الامتحان تبقى يو ار لاكي، تبقى ايه؟ تبقى انت محظوظ، لان هتعرف تكتب عن البيكتشر. نشوف البيكتشر بتاعتنا، فاقول ذا تشيلدرن ار اونلي around 5 years old. لو انت مش عارف تقول هم كلهم حول عمر الخامسه، قول ذا تشيلدرن ار 5 years old، تمام؟ يعني عندهم 5 سنين. بعد كده some of the children can spell. spell يعني can spell، زي ما احنا شايفين الولد اللي هو واقف ده وبيحاول يسبل الورد الكلمه. ممكن نقول نسميه بدل كلمه some of the children نسميه اي اسم ولد، مثلا علي، سامح، نهى، منى، اي اسامي. هنقول ايه؟ some of the children او علي مثلا can spell a word. ساره can count to 10 مثلا. مروه can play nicely او can play with a ball، زي ما انت حابب، يعني عايز الجمله تكون بسيطه خالص. يبقى some of the children can spell count. عملت كوما عشان نقدر، انا بقول الحاجه اللي هم بيعملوا كذا حاجه يعني. count and play nicely، بيقدروا يلعبوا بلطافه يعني. and some can't، وبعض منهم مش قادر. can't يعني مش ايه، مش قادرين يكتبوا يعملوا حاجه. في زي ما احنا شايفين البيكتشر موضحه، في ناس بتعرف تعمل مثلا بلو اب بالونز، بتعرف تنفخ بالونه، او مثلا في حد بيعرف can count او spell او play. في ناس can't play او can't spell، على حسب استخدم can او can't. مايك از counting happily، زي ما احنا شايفين بيعد بايه، بسعاده. and منال can speak English، ومنال بتقدر تتحدث انجلش. اكتب اي حاجات، انشطه، اكتيفيتيز. احنا عارفين كلنا مرينا بالكيندر جارتن، ففي انشطه مهمه بتكون في الكيندر جارتن، كل الاطفال بيحاولوا يعملوا اي حاجه، بتكون المرحله دي فيها فريدم شويه، تكون فيها حريه، فبيسيبوا كل طفل يختار الحاجه اللي هو بيقدر يعملها. يبقى مايك از كاونتنج هابلي اند منال كان سبيك انجلش. استخدمنا كان وكانت. But this word, this girl، البنت دي مش عارف تكتب this girl، بس احنا بنتعود على grammatical كويس، او بنتعود على spelling and writing وreading، لازم تتعود على القراءة والكتابة، ده مهارات اللغة الإنجليزية. This girl, this girl، هذه البنت can't cut out a hurt، مش قادرة أو مش ما عندهاش قدرة. كان أو كانت، تقدر تقول كان أو تقدر تقول كانت. كان وكانت الاتنين بيجوا وراء الانفينيتيف، يعني the verb without any addition، يعني الفيرب ما حطلهوش أي حاجة. أقول لك but this girl can't cut out a heart، مش قادرة تقص الإيه الهارت، زي ما احنا شايفين هي مش ولد، الولد ده قادر can count، والبنت كانت مش قادرة، مش قادرة تقص إيه، لا تستطيع، يعني لا تستطيع ان تقص الايه الهارت from a magazine. It is too hard for her، يعني ده صعب عليها جدا. بعد كده سمير، سمينا الولد اهوت، في سمير ولد اسمه سمير، can say the alphabet، يقدر، شايفين اللي هو عمل بالريفير او point to the letters، بيحاول يشاور تو ايه على الحروف، فهنسميه سمير، احمد، اي اسم. can say the alphabet، الفابيت يقدر يقول الحروف، سايز الفابيت يعني يقول الحروف. كل دي اكتيفيتيز في الكيندر جارتن.
and this girl can blow a bubble. Blow a bubble يعني احنا كلنا عملناها. Blow a bubble يعني ينفخ او يعمل فقاعات يعني باللعبة اللي احنا كنا بنلعب ديها بيها ديت. Blow bubbles. Blow bubbles يعني زي ما شايفين الجيرل هي الصورة البيكتشر. Show us how she makes it. بعد كده ملك can spell a word. شايفين البنت refers or point to a dog and can spell it. فنقول ايه؟ ملك can spell a word, تقدر تقول الكلمة. But this boy can't spell. شايفين البنت شكلها excellent فبتقول dog, d o g. والولد شايفين ان هو واقف كده مكسوف شاي شوية او can't spell a word, مش عارف يسبل يعمل سبل اللي هو يتهجى الكلمة. يبقى سميناها البنت ملك او نقول عليها شي وكان وبعدين الانفينيتيف الفعل اللي هو اللي انت هتقدر اللي انت عايز تتكلم عنه. مثلا سبيل ا وورد سي ذا الفابت كاونت درو اي حاجه من اللي انت شايفها. But this boy can't spell. ولكن الولد ده مش قادر ايه او لا يستطيع. زي ما انتم شايفين يا اولاد كلمه بات جت في النص. بات معناها ولكن بتربط بين جملتين اعتراضيتين. ايه اللي انت بتقولي لي عليه ده؟ يعني انا كات ديت بتيجي في النص, ما بتجيش في الاول ولا بتيجي في الاخر, في النص كده, بتربط بين جمله والتانيه. واحده بتكون في الافيرماتيف والتانيه بتكون في النيجاتيف, يعني حاجه بتكون في الاثبات وحاجه بتكون في النفي. يعني ايه؟ فور اكزامبل اقول لك اي كان, حد يقول لك اي كان سويم, انا اقدر اسبح. بات اي كانت اي كانت ايه اي كانت دايف, ما اقدرش اغوص. عادي بتيجي في ناس كتير بتعرف تعوم كده من فوق ما بتقدرش تنزل البحر اللي هو في اعماق البحار. اقول اي كان سويم بات اي كانت دايف. اوكي, حد يقول تاني اي كان درايف, اي كان درايف مثلا رايد بات اي كانت درايف ا كار. اوكي, يبقى واحده بكان واحده بكانت, واحده بدونت او بدازنت والتانيه بتكون في الاثبات. على بس مش شرط يكون زمن واحد, يعني بيكون اي زمن زي ما انت عايز. حطيته مثلا في كان وكانت, حطيت في دو, وحطيت اللي هي في زمن بريزنت سيمبل مثلا. اي دونت مثلا جو تو ذا ايه, جو تو ذا ويدنج مثلا اللي هو الزفاف. بات اي سند ايه ا مسج, ولكن انا رسلت سنت ذا مسج او اي انا رسلت ايه رساله. يبقى كنا واحده بايه, واحده بالنيجاتيف والثانيه بالايه افيرماتيف بالاثبات. يبقى لازم بات بتربط بين الجملتين بالايه, بالواحده بالنفي احنا واحده بالاثبات. طيب لو ممكن تيجي لي حاجه ثانيه, لو انا قلت مثلا اي ام تول بات ماي سيستر از شورت, طب ما الاثنين في الاثبات اهوت يا مس, عشان انا قلت حاجه عكس حاجه ثانيه. انا طويله واختي ايه قصيره, يعني مش شرط يكون واحده بالنيجاتيف على حسب المينج اللي هو المعنى. بتربط بين جملتين اعتراضيتين. دلوقتي احنا معانا فاصل قصير ونرجع ان شاء الله نكمل بعد الفاصل.